أحد الأحبة وهو صديق أتته ضائقة مالية، اشترى بيت وكان يكفل أيتام، وفي هذه السنة طلبوا منه الكفالة في إحدى البلدان، فحاول أنه يعتذر منهم لأجل ما عنده المبلغ. صح. اشترى بيت وبقي حدود 100,000 حتى يوثث، ما عنده. فيقول حاولت، استشرت زوجتي، قالت خلينا ندبرها وإن شاء الله ربك بييسرها. يقول فأخذت المبلغ ورحت به للجمعية وسلمته مبلغ حدود 5,000 ريال كفالة يتيم. فإذا باليوم الثاني يقول تتصل علي إحدى عماتي، يعني ربي مغنيها، وتبارك لي مبروك يا فلان على البيت اللي شريته، وعطني رقم حسابك، هذه 100,000 سبحان الله عانية مني لك لبيتك. والله هذه نعمة العمة، عندك رقم والله ما شاء الله، هذه يعني تجارة مع الله فعلا. من بكرة يعني من الأمر ما راح بعيد. أحد زملائي الخاصين، نعم، يكفل يتيم أو مجموعة من الأيتام وكل سنة يسدد مبلغ. فجاء هذه السنة فسدد المبلغ، فيقول لي أنا سددت والله إني في حاجة، لكني يعني قلت ما حقطع الكفالة اليتيم. فإذا بعد أسبوع يرسل لي رسالة على أيام سوق الأسهم، ربح 182,000 خلال أسبوع واحد فقط. تبارك الله. يقول لي أول مرة أربح هذا الربح وهو غريب، ولا صحيح. أجد لي يعني بركة إلا كفالة. والله هو عز وجل شكور. قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار.